ألو، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. شباب سعد وليد في القلب، تفضل. الله يخليك، تفضل. أستاذ وليد، بس عندي سؤال بسيط يعني. حضرتك شيعي؟ نعم شيعي أستاذ. تفضل. جزاك الله خير أستاذ. قبل معركة صفين اللي دارت بين الإمام علي عليه السلام وبين جيش معاوية. نعم. فهمي؟ بس أنا بيت بس يعني أسمع جواب منك كونك سيد داخل. بص، ما تسمعش الجواب مني، اسمع الجواب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ممكن؟ عليه السلام. أي أستاذ، ممكن ليش لا؟ أستاذ، أنا خابرتك إذا تتكلم، ما خابرتك قبل فترة. شو أبو عقيل يعني؟ اسمع أبو عقيل، ما خابرتك أستاذ. بص يا غالي، شايف الشاشة قدامك ولا مش شايفها؟ شايفها؟ لا والله ما شايفها. أطلع بال، بقول إيه؟ بص، نهج البلاغة، تمام؟ خطب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، جزء 3، صفحة 114، بيقول إيه؟ ومن كتاب له عليه السلام كتباه إلى أهل الأمصار، يختص فيه مما جرى بينه وبين أهل صفين، تمام؟ بيقول إيه؟ وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أهل الصفين. عليه السلام. هل نسلم لكلام علي بن أبي طالب ولا نسلم للحكاوي الكلام ده كله؟ لا أكيد قوي. زين أستاذ وليد، بدون زحمة عليك، أعذرني على جهل معلوماتي، يعني شيء من العوام يعني، بس الحمد لله يعني ما داس بالصحابة ولا الحمد لله شكرا. الحمد لله يعني رب العالمين، الحمد لله. ده كلام علي بن أبي طالب، الله شهد عليك، في جيش معاوية، بيقول لك إيه؟ إن ربنا واحد ونبينا واحد، ولا نستزيدهم في إيمان ولا يستزيدوننا في إيمان. وإيه بقى اللي حصل كله؟ هي المسألة كلها اختلاف في دم عثمان ونحن منه براء. يعني ما كفر معاوية، ما كفر جيش معاوية، ما لعن معاوية، وما لعن جيش معاوية. وهذا بقى هو بيقول إن المسألة كلها اختلافنا في أمر، ألا وهو دم عثمان. يعني المسألة كلها هي اختلاف، اختلاف في إيه؟ في دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ناس قالت لا، لابد أن نأخذ يعني بدم عثمان، والمجموعة اللي هي بتاعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لك مش عارف أخذ منهم دلوقتي دمهم، دم عثمان دلوقتي، نأجلها شوي. فالمسألة كلها صحيح. مسألة دينية ملهاش علاقة بقى بالإمامة والخلافة ولا الكلام ده كله. لا ما له علاقة أستاذ وليد، يعني ده مو قصة الإمامة. بس عندي سؤال أستاذ وليد، يعني بين الناس اللي راحت، الناس اللي راحت بهاي المعركة دمهم مثلا، دمهم بكبت يعني، مثلا يعني مثلا مسلمين، مو صحيح استاذ؟ اللي الناس اللي ماتت شهداء بهاي المعركة يعني دمهم بكبت منه يعني؟ بص يا غالي، مسلمين. قتل المسلمين بين يد الله عز وجل، ان شاء عذبهم وان شاء غفر له. وبعدين بينظر في الامر كالتالي، هل هم تقاتلوا من أجل دنيا أم تقاتلوا من أجل دين؟ لو تقاتلوا من أجل دين، ولو تقاتلوا من أجل دين فالأمر خلاص، المسألة بسيطة جدا إن شاء الله. ولو تقاتلوا من أمر دنيا فحسابهم إلى الله عز وجل، فربنا هو اللي هيحاسبهم، هيحاسب كل واحد فيهم. يعني أقول لك حاجة بسيطة جدا عشان نسلم للمسألة. لو إحنا قلنا عليهم من الله ما يستحقون، يبقى احنا كده اوكلنا الامر لمن؟ لله عز وجل، صح؟ لو انت دلوقتي دخلت الجنه ولقيت معاويه بجيش معاويه في الجنه، هل هتطلب ان انت تخرج منها؟ مفيش واحد عاقل هيقول لك لا، اكيد لا. صحيح، صح كده. طيب ولو دخلت الجنه ولقيتهم هم في النار، يعني انا مثلا سني، لو دخلت الجنه وما لقيتهمش في الجنه ولقيتهم موجودين في النار، هل انا اعترض على كلام ربنا؟ على حكم الله هعترض عليه؟ هقول والله انا كنت غلطان وخلاص. طيب انت برضو نفس الحكايه، لو دخلت لقيتهم في الجنه
هتقول والله يا رب انا كنت غلطان وخلاص على كده والمساله بسيطه. فليه احنا بقى نتشاكس ونتلاعن ونسب بعضنا على ناس خلاص كل واحد منهم قاضى نحبه؟ انا الحمد لله عشان بعيد عن الموضوع السب. ماشي جزاك الله خير عشان في اتصالات كتير. زين بس سؤال استاذ، بس سؤال واحد اتفضل. اذا سؤالك استاذ وليد، يعني انا يعني الحمد لله مش شيء، بس يعني شنو استاذ، يعني الحمد لله علي لا اعبد القبور ولا سب الصحابه، شنو أكل الأشياء يعني اللي بيها إشكال شعر مثلاً كون الشيء اللي أسويه بيها غضب مثلاً، يعني استعد ذنتين أكو بعد شيء شغلة يعني احتمال أنا مسويها وما أدري بيها، يعني أنت عايز تقول لي إن في حاجات أنت بتسويها وما بتؤمن بيها؟ لا أنا نفسي يعني ليش تكذب عليك يقول لك مؤمن؟ أنا لا أؤمن بس الحمد لله، يعني ما أسف الصحابة ولا أعبد القبور. والله بص يا اخي، لو انت موحد لله عز وجل، يعني بس بص الحمد لله والقران عندي كام في المحاف. طيب الحمد لله رب العالمين. لو انت موحد لله عز وجل في طلبك لا تدعو الحسين ولا علي ولا فاطم، لا تحلف بالعباس ولكن تحلف بالله عز وجل، تمام؟ ما بتقول ان الصحابه ما تقول ان الصحابه اغتصبوا الخلافه من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، حبك بتحب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لان تواجد في تواجد حب ما بين علي بن ابي طالب وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من الكلام الذي يقال. النبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبسط الصحابة، لا تسب أصحاب يعني أكيد لأنواع. طيب يعني سيبك من الكلام، يعني أنت دلوقتي لو أنت شيعي بالله عليك هتسمي واحد اسمه عمر، هتسمي واحد اسمه عثمان، هتسمي أبي بكر، هتسمي عائشة، مش هتسمي. خلينا واقعيين، سيبك بقى من التبريرات والحاجات دي كلها. لا 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 احتاج صح، احتاج صح يعني يكون واقعيين غير الصدق. نعم استاذ، احنا يعني بالعراق اذا نسمي هيك اسماء كتلوهم استاذ، يعني احتاج صح غير كتلوهم يعني والله كتلوهم. انا في كلام بيسقط مني منك بصراحه، فاتكلم براحه كده وقول لي. اقول لك اذا سمي انت اسماء كتلوهم يعني احنا هنا يعني على الاسماء صارت كثير. والله يعني الله المستعان، يعني للاسف الشديد. لا سيبك من مساله يعني القتل والقتال والكلام ده كله، لكن انا هل في شيعي، هل في شيعي بيط يعني يقدر يسمي عمر؟ ما يسميش عمر، لا. سواء بقى صحيح. قتل او غير قتل والكلام ده كله ما فيش، ما بيسميش عمر يعني. ما بيسميش يعني عائشه صحيح. طب ليه بنلاقي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ونلاقي عمر ونلاقي عثمان ونلاقي أبي بكر ونلاقي الأسماء دي كلها؟ ساعتها يبتدي الشيعي يقول لك هو الأسماء ليها علاقة. ليها علاقة. وانت حضرتك انت كشيعي مثلا تقدر تسمي بطرس؟ اهو بطرس ده ما عملكش حاجة واسمه خلاص، تمام؟ تقدر تسمي جورج بوش مثلا، او جورج بلاش بوش حتى كمان، تقدر تسمي نتنياهو؟ هتقول لا والله دي اسماء اعداء الله عز وجل واعداء للانسانيه واعداء، ودي اسماء نصرانيه واسماء مش عارف ايه والكلام ده. فما بالك صحابه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسماء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، جزاك الله خيرا ونسال الله عز وجل اتمام الهدايه. والله هذا حبيبي استاذ، جزاك الله خير، اشكرك، تفضل بالتوفيق. الله يعني.